name is Richard Borson. I'm the 26th generation of RJ Borson. أنا ريتشارد بولسون من الجيل السادس والعشرين لعائلة بولسون المالكة لأقدم مشروع تجاري في إنجلترا وهي ملحمة RJ بولسون القابعة في قرية بريدبورت جنوب مقاطعة دورست. بدأ هذا المشروع عام 1515 وهذا قبل 504 سنوات، وفي ذلك الوقت كان كل شيء مختلفاً. لم تكن هناك مبردات والسوق كانت تفتح يومي الأربعاء والخميس فقط. 504 years ago, it's a long time, and we've seen lots of. قبل 504 أعوام شهد مشروعنا تغيرات كثيرة. ولنأخذكم في رحلة للماضي وكيف كانت وسيلة التوصيل في ذلك الوقت. أجدادي الذين ورثوا هذه المهنة في عام 1985 تقريبا كانوا يذهبون إلى المزارع ليمسكوا بحصان ويستخدموه لتوصيل البضائع للمزارع المجاورة. ولكم أن تتخيلوا كيف كان الحال في يوم ماطر أو في الرياح القوية. أما اليوم فالأمور أسهل بكثير، لدينا سيارات مبردة والأمور أكثر سلاسة. هذا ابن أخي يعيش في أمريكا، لأن النصف الآخر من عائلتي يعيشون هناك، ولديهم مشروع إلكتروني حيث يبيعون النقانق أونلاين لمعظم أرجاء أمريكا بنفس مسمى شركتنا بولسون، أقدم ملحمة في إنجلترا. في هذه اللوحة أول عقد وتصريح لمزاولة هذا المشروع يعود لعهد الملك هنري الثامن في 12 سبتمبر عام 1515، وكان كتب باللاتينية وقمنا بترجمته للإنجليزية لاحقا. أجيال وراء أجيال توارثت هذا المكان اللي شهد عصور كثيرة بأحداثها، سواء كانت حروب أو جوع أو فقر، وما زال صامد لمدة 504 أعوام. تعلمت المهنة من والدي عندما كنت في 16 من عمري، حيث تركت الدراسة وقررت أن أعمل في مشروع العائلة. كنت محظوظا لأكون بجانب والدي لمدة 45 عاما، وكانت علاقتنا رائعة جدا. وعلى مر السنوات نلنا جوائز عديدة، وهذه المفضلة لدينا، وهي جائزة أفضل مشروع عائلي، وكنا محظوظين بهذه الجائزة التي أقامتها مقاطعة دورست، وهذه جائزة أخرى من منزل النبلاء، إنها تمثلني، حيث قمنا ببيع الكثير من المقانق على مدار السنين. Only having one shop is one of the reasons why we've stayed in business for so long. وجود متجر واحد فقط دون فروع أخرى هو سبب استمراريتنا إلى هذا اليوم، حيث أننا نركز على الزبون ونكسب ثقته. فوجود فروع عديدة سوف يفقد هوية هذا المكان المتوارث منذ سنوات. لدي ابن واحد يعيش في مدينة مانشستر، وهو ليس مشاركا في هذا المشروع، ولكنه يقوم بإدارة الصفحة الإلكترونية الخاصة به، ولدي منه حفيدان، ولكن سنهم صغير جدا ليتعلموا هذه المهنة. ساعد الأيمن حاليا هو زوج أختي، ولديه ابن أيضا، فهناك فرص عديدة لهذا المشروع أن يدوم لأجيال أخرى. لم أنوي التقاعد بعد، وإن حذوت حذو والدي فإنه ما زال لدي 20 سنة أخرى لأعمل في هذا المكان. ترى من سيكون الوريث بعد السيد ريتشارد؟ وكم جيل آخر سيحيي هذه الملحمة؟ فالحفاظ على الأشياء القيمة لم يعد بنفس الأهمية التي كانت عليها في السابق، ولكن لابد من زرع هذا المبدأ في النفوس والعقول.